بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح. النهارده هنفتح ملف مهم بيطول ناس كثيره، هو ملف اصحاب المعاشات في مصر. هذا الملف بيعاني اصحابه من سنين طويله، لم يعني يرحمهم كبر سنهم وفناء شبابهم في خدمه الوطن، مشاكلهم طال امدها من غير حلول، يعني ترحمهم تعاقبت عليهم الحكومات دون حل، حتى اصبحت حياتهم مليئه بالقصص الماساويه. ورغم ان عدد اصحاب المعاشات قد يتجاوز 9 ملايين مواطن في مصر، لكن هذا لم يشفع لهم، لان ما يتقاضونه لا يسد احتياجاتهم في ظل جنون ارتفاع الاسعار وكذلك ادويتهم التي قد لا يستطيع البعض توفير ثمنها. النهارده هنستضيف مجموعه من اصحاب المعاشات علشان نسمع مشاكلهم ونتعرف على حياتهم المليئه بالقصص الماساويه ونعرضها على الجهات المسؤوله، لعلنا نجد من منهم من يهتم بيهم ويرحم ألمهم. خلوني قبل ما رحب بضيوفي اللي هيكونوا معايا، احنا في الاخر هنفتح تليفونات لاصحاب المعاشات اللي عندهم شكاوى ويحبوا يقولوها، هيكون معانا مسؤولين عن المعاشات عشان خاطر يقولوا شكاويهم في حضورهم. لكن انا وقفت عند خبر الحقيقه عايز اتكلم فيه قبل ما ابدا حواري. النهارده فقدت الاسره الطبيه الدكتور ايمن النجار. دكتور ايمن النجار استاذ بقسم الحالات الحرجه بمستشفى القصر العيني. دكتور أيمن النجار قتل على إيد ملثمين تركوه ينزف إثر إصابته عقب اختطافه بطريق السويس الصحراوي. الحكاية زي ما بترويها الدكتورة أمال رزق وهي زوجة المرحوم الدكتور أيمن النجار، بتقول إنها كانت مع جوزها في طريق عودتهم للمنزل، وأثناء سير زوجها بالسيارة فوجئت بشخصين ملثمين ينزلان من سيارة دفع رباعي وبحوزتهما بنادق آلية، وأطلق أحدهما الرصاص على زوجي ثم اختطفوه بالسيارة وتركوها على الطريق. وعندما حاولت التشبث بالسيارة والتواجد مع زوجي اعتدوا علي بالضرب وفروا هاربين. وكانت تلك الواقعة يوم الأربعاء قبل الماضي. وأضافت أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الجناة بعد اختطاف زوجها بثمان ساعات، طالبها فيها الخاطف بدفع فدية قدرها 1,000,000 جنيه مقابل إطلاق سراح زوجها. وبعد سلسلة مفاوضات بينها وبين الخاطفين توصلت لخفض قيمة الفدية ل100,000 جنيه، مشيرة إلى أن الشرطة أبلغتها بضرورة التفاوض مع الجناة والأمن سيحاول القبض عليهم. واستكملت الدكتورة أمال رزق حديثها لصحيفة اليوم السابع قائلة: عقب الاتفاق على قيمة الفدية كان المتهمون يماطلون في تحديد المكان المتفق عليه لدفع الفدية، وأغلقوا هاتفهم المحمول بالرغم أنها كانت تستعجلهم نظرا لأن زوجها مريض أجرى عملية زرع الكلى، مشيرة أن لهجتهم تشير إلى أنهم من البدو. وبعد مرور يومين تم إبلاغهم بالعثور على جثة زوجها الدكتور أيمن النجار بمدينة العاشر من رمضان. أنا بقول القصة المأساوية دي لأستاذ جامعي في جامعة القاهرة في كلية طب القاهرة القصر العيني في الحالات الحرجة، لأن دي ممكن تحصل مع أي واحد فينا. يعني إذا كنا بنتكلم عن الأمن والأمان في البلد، أنا بقول حتى الآن لم يعود الأمن والأمان بالشكل الكامل. لما يكون عندنا دكتور جامعي ماشي مع مراته في عربية، ممكن تكون حضرتك أو أي حد من المشاهدين أو أنا أو أي بني آدم ويتخطف، ومتخطف لسبب واحد عشان خاطر الفدية، يعني ما فيش بعد جنائي، وبعدين يتقتل كمان وأسرة تفقد عائلها والوسط الطبي يفقد إنسان في الأول وفي الآخر هو بني آدم بشر، ده شيء خطير. يجب أن ندق ناقوس الخطر، يجب أن ننقذ المجتمع كله في أزمة خطيرة. ونحن ننتظر من جهات الداخلية والشرطة المعنية أنها تقول لنا من الجناة، من الذين قتلوا الدكتور أيمن النجار. ونحن في انتظار الردع القانوني هنا لهؤلاء الذين يعتقدون أن الدولة ما زالت ليس لديها قانون يحكم به المواطن في مصر، فالنتيجة لكده بيخطفوا المواطن ويقتلوه بعد ما يشعروا أن ممكن تكون الداخلية بتراقب التحركات أو غيره. آن الأوان لانتهاء مثل هذا المسلسل الهابط في مصر. وهنعيد هذا فتح الملف، احنا كنا فتحناه قبل رمضان وهنفتحه تاني وهنتكلم فيه، ونحن في انتظار رد من وزارة الداخلية من قتل أيمن النجار. أنا آسف خرجت عن الموضوع، برحب مرة تانية بأصحاب المعاشات اللي شرفنا النهاردة، أساتذتنا الكبار، أهلا وسهلا. برحب الأستاذ أحمد محمد كمال، أهلا بيك، وسيادتك كنت وكيل وزارة القوى العاملة
البحر الأحمر. أهلا بالبحر الأحمر، أهلا وسهلا الأستاذ بيومي عبد الرحيم أحمد، وكنت مدير إدارة في شركة إسكو للغزل والنسيج، أهلا بسيادتك. الأستاذ عصام عبد الرحمن سلمان، وكنت تعمل عامل في أسمنت حلوان، أهلا بسيادتك يا فندم. والأستاذ محمد السيد أحمد، وكيل رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص سابقا، أهلا بسيادتك. خلونا نشوف التقرير عن أحوال أوضاع أصحاب المعاشات في مصر، ونرجع نبدأ حوارنا مع ضيوفنا اللي مشرفنا النهاردة. هو العمر الذي يستحق عنه المواطن التكريم تتويجا لمسيرة طويلة من العمل والعطاء، لكن عددا من أصحاب المعاشات في مصر لم يجدوا التكريم في هذا السن، بل بدأت معه رحلة البحث عن حقوقهم التي تضمن لهم حياة كريمة. وتتمثل مطالب أصحاب المعاشات في تحديد حد أدنى لهم بمبلغ 960 جنيها، وصرف علاوة 20% لمن تزيد معاشاتهم عن 960 جنيه، وصرف فرق علاوة 2007 5%، وتطبيق قانون المعاش المبكر وتعديل المادة 165 من قانون التأمينات، وتعديل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي تقدمت به وزارة الصحة. سنوات طوال من العناء عاشها أصحاب المعاشات بحثا عن حل لقضيتهم، لينتهي بهم الحال اليوم إلى الصدام مع المسؤولين واتهام وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية بالتجاهل المتعمد لأزمة ما يقارب 9 ملايين صاحب معاش. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنت بقول في المقدمة، أوضاع أصحاب المعاشات في مصر في أزمة خطيرة وفي تدني شديد. كل واحد من حضراتهم، يعني يمكن أنا قدمت 4 في مهن مختلفة، وظائف مرموقة كبيرة في الدولة، لكن لما نسمع الأرقام اللي كانوا مرتبات اللي بياخدوها، وبعدين ماذا وصل بهم الحال الآن، نتساءل كيف يستطيع هؤلاء بعد أن قدموا لمصر من عطاء أن يكون في الآخر هذا هو الجزاء. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك مرة ثانية، ورحب بسيادتك، وأحب أسمع من حضرتك أولا يعني حكايتك بعد خروجك على المعاش، وكنت بتاخد كام قبل المعاش ودلوقتي بتاخد كام؟ أنا ما عنديش حكاية يعني إنما هو الواحد بيبص يعني للموضوع بنظرة عامة، يعني ازاي يعني تتنقل البني ادم، اي بني ادم ايا كان، يتنقل من حاجه لحاجه. انت كنت بتشتغل وانت في الخدمه بتاخد مرتب خلاص، وبمشتملات اذا كان في حوافز اذا كان في بدلات الكلام ده كله، ممكن يتخطى رقم 10,000 جنيه خلاص، او 12,000 او 9,000 جنيه. تخرج على المعاش تلاقيهم 1000 جنيه او 1100 جنيه او 1070 جنيه وطبع في الحدود دي. يعني سيادتك كنت بتاخد كام يا فندم قبل؟ يعني انا مجمل اللي كنت بقبضه كان ممكن يوصل للعشرة، يتعدى العشرة تلاف جنيه، يعني هو مش ثابت، ما بيقلش عن 9,000 جنيه، ممكن يوصل لتلتاشر او 14,000. ولما طلعت على المعاش؟ ولما طلعت على المعاش لقيته 1080 جنيه. 1080 جنيه. حضرتك كنت عايش حياتك قبل المعاش بمرتب 14 او 13,000 جنيه، مره واحده حصل الانكماش الى 1040. الشهر اللي بعديه مش عملت ايه بقى عشان تقدر تتاقلم مع العائد الجديد؟ بص هقول لحضرتك، يعني انا كنت شايف الموضوع من فتره قبليها، فكنت مهيئ نفسي ان انا ازاي يعني، لان طبعا 1000 جنيه انا يعني مش عايز اقول لك ايه، الاول 1000 جنيه دي انا عملت بيها ايه. انا لما رحت اصرف معاش سالت الراجل يعني الموظف اللي بيصرف المعاش، قلت له ممكن اقبض المعاش ده كله قد ايه؟ قال لي كل 3 شهور. قلت له طيب، فبروح اخده كل 3 شهور عشان احس ان انا باخد فلوس. لان انا يعني عشان اروح اقبض اول الشهر يعني اقف عشان اقبض 1000 جنيه خلاص. انا ممكن اسالك، ممكن بني ادم يعمل بيه يعني راجل في سني في 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 احترامي كنت وكيل وزارة القوى العامة بالبحر الأحمر، راجل المديرية، اشتغلت 37 سنة بالحكومة، 37 سنة تحرك هتعمل بيومي يعني ما لهمش يعني ايه جزمة، لهمش لازمة جزمة، لهمش قيمة يعني فعلا هي على الأرض كده لما حطهم لما لهمش قيمة، لما اجي احسبهم كده هعمل بيومي. دورت على شغل تاني؟
انا ما دورتش على شغل تاني. انا بحكم يعني الخبرات اللي موجوده عندي كنت مطلوب في شغل واشتغلت تاني يوم 3 مشاريع. يعني انا خرجت كنت بشتغل تاني يوم. نعم تمام خلاص. طيب بس انا بقى عايز اسال سؤال بس. يعني تخيل بني ادم في يعني يوصل اعلى درجه في وظيفته في المكان اللي هو فيه وبعدين يخرج يبحث عن عمل. هو مش لازم كل واحد هيلاقي اللي مستنيه، انما في الاف خلاص شبهي او زيي. انا وانا في الخدمه كان زملائي بيتصلوا بيا اللي خرجوا عشان اجيب لهم وظيفه او ادور لهم على مكان. اللي بيقول ان هو زهق، اللي بيقول ان هو كذا، يعني اي مبرر ان كان، لكن انا حاسس باللي هو فيه. طب المعاش ده بيتحسب ازاي وبيتحسب ليه؟ انا يعني برضو عندي حسبة تانية قريبة قوي. احنا عندنا صندوق خدمات في الوزارة، ده بيخصم مني 6% من راتبي. لما بتخرج على المعاش بتاخد حوالي شهر وربع او شهر ونص على كل سنة خدمة. انا بدفع تأمينات 40% من مرتبي. أيوه. مش كده؟ مظبوط. خلاص زائد المتغير كمان، مش بياخدوا مني ده الصندوق بياخد مني 6% تمام. على الاساسي. لا ده المعاش بياخد مني على المرتب وعلى المتغير. وفي الاخر يديني 1000 جنيه. انا جيت حسبتها كده وانا قاعد مع نفسي، لو هم ادوني مكافاه نهايه خدمه يعني دفعه واحده واخد بال حضرتك بنفس الليمت ده هتعدى 500,000 جنيه. لو خدته وحطيته في البنك واخد بال حضرتك هيعمل لي 5000 جنيه في الشهر. مظبوط صحيح. وهيبقى معايا 500,000 جنيه يورثها ولادي. صحيح. استاذ بيومي تجربتك. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك كنت بتشتغل 36 سنه مظبوط؟ تمام. والمعاش كان كام والمرتب كان كام؟ انا كان مرتبي 560 جنيه. طلعت على معاش مبكر نتيجه الخصخصه. لان اول ما تدرب الخصخصه احنا كشركات، شركه اسكو كانت 27,000 عامل، اهلوا الناس للمعاش المبكر بوقف نشاط الشركه من سنه 90. وقفوا نشاط الشركه خلوا الناس ساعه ما تقول معاش مبكر تخرج 9 سنين او 8 سنين بالظبط، وقفوا انتاج الشركه. وكنا بننتج اعظم انتاج في العالم كله، الغاز والنسيج، قطن وصوف حرير، حرير صناعي. كنا بننتج صوف الدوبليس معروف. معروف. كان كام معاشه بقى كام؟ كان معاشي 230 جنيه. لما طلعت معاشي 230 جنيه. 230 جنيه وانا عندي اسره مكونه من 10 افراد. انا والزوجه ومعايا 8 اولاد. 2 متزوجين دلوقتي ومعايا 6. الست اللي معايا منهم 2 مرضى. حضرتك معاشك 230 جنيه؟ دلوقتي؟ لا. ساعتها ما طلعت على معاش مبكر في 98. ايوه. دلوقتي اللي بقبضه 1429. تاخدهم صافي؟ طبعا انا عندي 8 اولاد. 1429 جنيه. منهم 2 متزوجين ودول برضو بشيل همهم، لان لما يجينا حفيدي يقول لي تعبان عندي في البيت لازم اشيل همه. ما علينا، دول مش مشكلتهم، لهم مسؤول عنهم. الست اللي معايا ولدين، ولد مريض بالقلب، مغير صمام المترالي سنة 98، قلبي مفتوح مرتين. هذا الولد قعد في الأسبوعين اللي فاتوا 60 يوم في مستشفى عين شمس علشان مطلوب منه يغير 3 صمامات، المترالي والأورطي والثلاثي. هذا الولد عنده من السن 34 سنة. طبعا ممكن يتعامل على نفقة الدولة، بس تكلفة العملية، مصاريف العمليه في الاول حتى نهايه العمليه حتى خروجه المنزل تكلفنا اكتر من 7000 جنيه. لان لازم القلب المفتوح بيجيب 10 اكياس دم متجانس. صحيح. على حسابه. وعشان الفصيله اللي اجيب الولد اي بي سالب عشان اجيب 10 15 واحد يطلع واحد. الناس اللي بتيجي دي بجيبها مصاريف وبجيب عربيه نقل وبنقل، ولازم ال 10 اكياس دم يكونوا سخنين اثناء العمليه نقله. طبعا انا مش قادر، مش قادر على هذا. وعندي ولد تاني. هل اشتغلت بعد ما طلعت على المعاش؟ انا لما طلعت. شغال حاليا دلوقتي؟ انا حاليا بشتغل في الامن، وبشكر شركه الامن وشركه مركز التجاره العالمي اللي هم بيشغلوني كراجل عندي 66 سنه، وعارفين ان انا راجل كبير في السن، لكن عارفين الظروف الاجتماعيه. بتعمل ايه في الامن؟
بقى مشرف امن. مشرف امن. فطبعا في عميد راجل محترم جدا حاسس بظروف الاجتماعيه شغال. المفروض انا ما اشتغلش 66 سنه، المفروض 66 سنه اكون من بيت للجامع ادي ربنا فريضته. بعد 60 سنه المفروض ان انا احسن العباده لان كفايه عليها كده معاناه 36 سنه خدمه. وعندي ولد تاني كان من الشباب الثوري وكان في التحرير وكان في الاعتصام ايام اسر الاتحاديه. طبعا راح يصف زمايله في التحرير ضربوه بثلاث طلقات خرطوش الاخوان. ثلاث طلقات خرطوش عملوا له 120 بليه تحت الجلد وفي العظم وفي العصب الخامس. اللي انا قدرت عليه برضه بعد فعل الخير شالوا البلي اللي تحت الجلد، ولكن بقيه البليه حوالي اكثر من 90 بليه موجودين، والواد بيعاني معاناه رهيبه. الف سلام عليك. الولدين دول دول معاناه رهيبه. هل في تامين صحي سيادتك بتستعمله؟ ما هو انا تامين صحي لي انا بس شخصي. ولذلك احنا بنقول قانون التامين الصحي الجديد اللي المفروض يعالجني ويعالج اولادي اللي احنا شفناه وسمعناه لقيناه بيعتبر خصخصه للتامين الصحي. بمعنى ان بيقول عشان تشارك في التامين الصحي وزوجتك تشارك تدفع 10%، اولادك يشاركوا تدفع 15%، تخش العلاج لازم تدفع ربع العلاج، تخش الاستشاري تدفع قد كده. يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا اروح فين؟ مظبوط. انا ليا طلب خاص. اتفضل. للولدين دول. ايوه. بعد اذن حضرتك والبرنامج المحترم بطلب من الرئيس السيسي الولدين دول يتعالجوا على نفقه الدوله في مستشفى القوات المسلحه، لان انا غير قادر. ليه مستشفى القوات المسلحه؟ انا الولد غير اصطمام في المستشفى العام بره ما نفعش، وقعد 10 سنين وغير تاني. مستشفى القوات المسلحه بتعتبر قمه النظام وقمه العمل الجاد وقمه الالتزام. فانا برجو من الزعيم الكبير بتاعنا الاب الروحي لنا مالناش الا هو. انا لا اسال الناس ولا بطلب من حد، انا لا بطلب احسان من حد ولا بطلب طعم من حد، اعمالا بقول الله سبحانه وتعالى الايه القرانيه التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فمن الله به عليم. فطبعا صدق الله العظيم. نعم. ان انا ما بطلبش حاجه من حد. شوف شكلي ومظهري انا راجل محترم جدا وكويس جدا ومبسوط، لكن جوايا معاناه، معاناه رهيبه. فبطلب من الرئيس السيسي شخصيا ان يعالج هذه الولدين على نفقه الدوله قوات مسلحه. الجزء الثاني عايز اتكلم فيه، هنتقل بس وهرجع لك ثاني ان شاء الله. استاذ محمد السيد احمد، حضرتك وكيل وزاره، كنت رئيس اداره مركزيه للمعلومات والتوثيق بصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص سابقا، السن الحالي 64 سنه. نعم. كان كم مرتب واصبح كام دلوقتي؟ اولا كان مرتبي انا طالع معاش في 1/2/2010 كان مرتبي في الوقت ده متوسطه لا يقل عن 6000 جنيه. خرجت اتقاضى معاش قدره 835 جنيه. ف وانا يعني 835 جنيه والمرتب كان 6000 جنيه. 6000 جنيه. وانا عندي امراض ضربات عضله القلب، وعندي قرحه في العين، وعندي الغده الدرقيه، فانا بجيب علاج شهري 750 جنيه. ولانه سوء الخدمات في التامين الصحي بتخليني غصبا عني ان انا اتعالج عند اطباء خارجيين واجيب العلاج على نفقه الخاص. انا بعد ما طلعت معاش اشتغلت مستشار تأمين اجتماعي في الهيئة سنة ونص، وما قدرتش أكمل بسبب ظروف الصحية وتوقفت عن يعني عن هذا. أنا بستفيد من الأموال المجمدة اللي أنا صرفتها من المعاش في أن أنا بستثمرها في شروط شهادات استثمار، والعائد بتاعها بيساعد معايا. والمعاش دلوقتي وصل إلى 2173 جنيه. ده بالنسبة طبعا مشكلة انه الفرق الضخم ما بين ما يتقاضاه الانسان باعتباري كنت فني في الهيئة وبين المعاش اللي بيرجع لعدة اسباب ممكن معالجتها. اول حاجة انه القانون التأمين الاجتماعي بيضع حد اقصى لاجر الاشتراك التأمين. يعني سعادتك دلوقتي لو ضربت مثل باللي هياخد 42000 جنيه اللي هو الحد الاقصى الحالي للاجور، لو فرضنا ان واحد من هذا النوع. طيب ايه الحد الاقصى لاجر الاشتراك التاميني الاساسي والمتغير وفقا للقانون الحالي في 1/7؟ 2542 جنيه ونص. يعني ما اخدش اشتراكات تامينات من ال 42000 جنيه
الا على 2542 جنيه ونص، وبالتالي اصرف له معاش على ال 2542 جنيه ونص، فيطلع المعاش تعبان واسيب له 39 اكثر من 39000 جنيه ما بيأخذش عليها معاش. فده أول مشكلة بتقابلنا، أنه مفروض أن المعاشات تؤخذ على الأجر الحقيقي اللي بيتقاضاه المؤمن عليه، مش ما يتحطش حد أعلى وهكذا. الحاجة التانية، لازم ما فيش حاجة اسمها أجر أساسي ومتغير، يندمجوا الاثنين مع بعضهم. برضو في سبب آخر، وهو أنه بيصرفوا المعاش بمعامل واحد على 45، يعني كل 45 جزء يدي مقابله جزء معاش. احنا بنطالب بتخفيضه إلى واحد على 40. كذلك بيشترط أنه عشان ترفع تسوية المعاش، عشان أرفع تسوية المعاش أصغر المقام. كمان في نفس الوقت بيشترط أنه يبقى قاعد مدة 36 سنة. عشان ممكن يقله ل30 مثلا، ممكن يقله، لكن ال 36 ده اللي بياخد الحد الأقصى للمعاش النسبي اللي هو 80% مما كان يتقاضاه. أنا بقى طالب أنها تنزل ل30 سنة، خصوصا أن في بطالة وارتفاع سن التشغيل دلوقتي، ما حدش هيجيب ال 36 من المؤمن عليهم الجدد الآن. أما المعاش المبكر بقى، فصدق من سماه الموت المبكر، لأنه الدكتور يوسف بطرس غالي أضع على أصحاب المعاش المبكر بشكل غير عادي عندما سن القانون 130 ل2009، وصدر في 9/6/2009، استبدل جدول اسمه 8 بجدول اسمه 9. ايه الفرق بين الجدولين باختصار شديد؟ الجدول 8 كان بيعمل خصومات للمعاش المبكر تتراوح بين 5% لغاية 15%، أما جدول 9 فبيبدأ بمعامل واحد على 90، يعني بيصرف جزء من المعاش مقابل كل 90 جزء. فده خلى قيمة المعاش زي ما الأستاذ بيومي قال أنه ياخد 235 جنيه أول ما طلع على المعاش وهكذا. الحاجة الثانية أن المادة 165 من القانون 79 الحالي بتستثني المعاشات المبكرة من قيمة الزيادات اللي بتعمل الفرق ما بين 33% من إجمالي قيمة المعاش اللي بيحصل عليه وما بين الحد الأدنى اللي هو 487 جنيه، فخلت المعاش المبكر أصحابه في وضع أسوأ من المعاش العادي. نعم. أستاذ عصام عبد الرحمن سلمان، حدرتك سن 55 سنة، بتقول 4 أولاد، كنت بتعمل عامل في أسمنت حلوان، تم إحالتك لمعاش مبكر من 3 سنوات، كنت مرتبك تتقاضى مرتب 6000 جنيه، وبعد خروجك للمعاش فوجئت أن المعاش 360 جنيه. إيه الحكاية؟ تفضل. مشكلتك ايه مع المعاشات؟ وعايش ازاي بال 360 جنيه؟ لا يعني الواحد مش عاوز يتكلم على عايش ازاي، دي حاجه بتاع ربنا. احنا مشكلتنا في البلد ان الحكومه نفسها عارفه ده ومش عاوزه تحله. يعني عملوا حاجه اسمها خصخصه عشان يخرجوا الناس معاش مبكر او موت مبكر. كان مفروض مفيش عندنا حاجه اسمها معاش مبكر في القانون، في استقاله أكبروا الناس إنها تخرج. إذن المعاش المبكر موت مبكر. موت مبكر. وهو أكبر إن الناس تخرج، لأني لما عمل المعاش المبكر باع شركات، فخرج الشركات الكسبانة كلها في الشارع. شركات زي شركات الأسمنت، زي تيلي مصر، زي 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 زي. الحكومة لما عملت قانون قطاع الأعمال لبيع الشركات وخدوا الشركات الكسبانة باعوه عشان يشردونا بره، كان مفروض على الحكومة ما تشتركش في الجريمة اللي عملها عاطف عبيد. ولو هتشترك وهتخرج الناس معاش مبكر أقل من 60، كان من المفروض على الحكومة أو الشركة القابضة اللي باعت الشركات بملاليين كانت عملت لينا دفعت المعاش أو اشترت لنا معاش لسن 60. فعشان كده خرجنا فوجئنا أن المعاش بتاعنا مفيش معاش. في إذلال لينا في الشارع من كل حاجة. احنا بنقول للحكومة المحترمة في كل اللقاءات اللي احنا قابلناهم فيها، لازم ولا بديل عن حد أدنى لأصحاب المعاشات. الحكومة تقول الفلوس، احنا لينا 600 مليار جنيه هم واخدينهم وهم اعترفوا بيهم، فأنا أصبح ليا 600 مليار جنيه، لازم يطبق الحد الأدنى، وكل من تعدى الحد الأدنى تعمل له علاوة ياخدها، ويعدل القانون اللي هو يقول لك أنا بخرج. يعني بيدي مثلا واحد كان بيقبض 12000 و10000 ويفاجئ ان هو بيحاسبه على 1590 ويقول له خد 80%، فتبص تلاقي المعاش بتاعك 1000 جنيه. ده مش ذنبي، ده الحكومه. انا عشان كده بقول الحكومه شريكه في الجريمه، لان الحكومه عندها 5.6 مليون عامل، عندها وزاره الماليه الواحد بياخد 1000% حوافز،
يعني اللي بيقبض 1000 جنيه بيقبض 40000 جنيه و30000 جنيه في وزاره الماليه، ومع رغم ذلك بياخد منه النسبه الضئيله، تطلع الناس كلها بتلاقي المعاشات تعبان. فاحنا بنناشد الحكومه ان لابد انه يكون في صدق ما بين الحكومه والناس، لان الناس خلاص فاضيها. احنا النهارده لو ما خرجناش وما طلعناش بنتيجه 5% اللي عمالين يضحكوا علينا فيها والحد الادنى، احنا هنخرج نقعد في الشوارع، لان الشوارع هتبقى افضل لينا، نموت افضل من اللي احنا ميتين في بيوتنا. احنا مش لاقيين، احنا اصحاب المعاش المبكر اتظلم مرتين، مره ببيع شركه، ورحنا لكل مسؤولين مصر، كل مسؤولين مصر، مفيش رئيس وزراء الا وقعدنا معاه وقال في حل، ومع رغم ذلك للاسف الشديد ابتداء من كمال الجنزوري لحد المهندس ابراهيم محلب والشركه الايطاليه بتقول مفيش حكومه مصريه ترجع شركات الاسمنت اللي هي تلت شركه تلت انتاج الاسمنت في مصر، خدتها بملالين واشترت الارض. وبنقول للمهندس ابراهيم محلب انا رافع قضيه في مجلس الدوله لعوده الارض للشركه، انا مش هاخد الارض، مش هاخد الشركه ليه، ولكن برجع الكرامه المصريه، لان الشركه اتباعت بارضها، الشركه الايطاليه باعت نص الارض، جابت ثمن الفلوس اللي اشترت بيه الشركه، الشركه الايطاليه بتكسب في السنه 1,000,000 جنيه، انا ليا عندها و 4000 اسره كلهم ما فيش واحد فيهم المعاش بتاعه يتعدى ال 1000 جنيه، لينا عندها 81 شهر، ومع رغم ذلك ما حدش عاوز يسمعنا، واحنا اصحاب معاش. والمشكله لما تحل لصاحب معاش يبقى بتحل حاجه، بنحل حاجه للمعاشات، واحنا هنفضل ننادي بيها. بشركه الاسمنت خرج ناس معاشات سنهم 16 سنه و17 سنه ما بياخدوش معاش، وده خطا في الحكومه. خرجنا احنا بعد ما كنا بنقبض الوفات بقى بنقبض ملاليل، انا عندي بنت في كليه الطب، وعندي بنت في اداب، وعندي بنت في ثانويه عامه، والله المعاش بتاعها ما بيكلف البنت اللي في الثانويه العامه الدرس بتاعها، بحلف والله، ولكن الواحد بيقول يا رب مش عارف الرزق بيجي له منين. فلازم لازم الحكومه يعني مش عاوز يعني لازم تبص لينا كاصحاب معاك. احنا معاك واحنا فتحنا الملف النهارده وهنكمل فيه ان شاء الله، وربنا يا رب يديكوا الصحه دايما. عايز لسه حكايه برضه انا بس عشان انا في ضيوف اخرين موجودين، معلش مش هو بس في حاجه يعني. طب كلمه اخيره اتفضل بقى حضرتك. دلوقتي احنا بيطالبوا بالحد الادنى للمعاش. طبعا انا اقترحت، كان في ورشه عمل موجوده قبل رمضان، ان الحد الادنى للمعاش المفروض يبقى على 80% من الاجر، يعتبر من 1200 جنيه ب 960 جنيه. طبعا انا اقترحت اقتراح وقلته للناس وقلت في ورشه العمل، بمعنى ان دلوقتي انت قضيت 36 سنه خدمه تاخد 960 جنيه، انا قضيت 20 سنه خدمه اخد زيك؟ ما يصحش. فانا قلت اقسم ال 960 جنيه على السن اللي هو 36 سنه خدمه تديني 26 جنيه ونص في السنه. عموما واحنا قاعد معانا في الكنترول دلوقتي السيد رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومه، المقترح اللي سيادتك قلته انا هناقشه معاه دلوقتي بعد الفاصل ان شاء الله، هيكون معانا ان شاء الله باذن الله. اتفضل يا فندم. يعني انا يا ريت يا دكتور ان الناس او اللقاءات اللي احنا بنعملها في التلفزيون نهتم بيها شويه، لان انا نفسي اشوف مسؤول يجي يقول هو باع شركات الاسمنت ليه وشرط 6000 اسره معاش مبكر ليه. نفسي يخرج مسؤول ويتكلم كده، وبقول لهم الارض اتباعت والارض بمليارات وباع الشركه بمليارات. ممكن تسمح لي بدقيقه؟ انا معلش انا بشكر حضراتكم جدا، معلش عشان انا بس في ضيوف اخرين وعشان نقدر ناخد البرنامج كله. بعد الفاصل هيكون معانا، اولا انا بشكر جدا ضيوف اللي مشرفينا، واحنا بالتاكيد يعني متضامنين تماما مع اصحاب المعاشات مع المشاكل. مش معقول ابدا ان انسان يبقى بياخد مرتب 7-8000 جنيه 10000 جنيه يطلع المعاش ياخد 800-900 جنيه، كيف يستطيع ان يغير حاله من حال الى حال؟ ده مش حال الى حال، ده انقلاب في حياته وحياه اسرته. بالتاكيد يجب ان الدوله والحكومه تراعي هذه المشكله وهذا البعد الانساني. التامين الصحي سيء للغايه، حتى التامين الصحي لا ينعم به اصحاب المعاشات. بعد الفصل هيكون معانا الاستاذ بدري فرغالي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، هيكون معانا الاستاذ عمر محمد حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومه، هيكون معانا ايضا نماذج اخرى من ناس شرفاء خرجوا عن المعاش ويعانوا من نظام المعاش في مصر، وهنفتح التليفونات لمن يريد ان يشارك معنا في البرنامج. بعد هذا الفصل هنطلع تقرير قصير نشوف فيه معاناه اصحاب المعاشات في هذا التقرير، وبعدها فاصل ونعود نستضيف ضيوفنا اللي مشرفنا النهارده. المعاش قليل بس شويه، يا دوبك بيقضي على بالعافيه. مشكله في ان المعاش قليل ما يكفيش متطلبات الحياه، زحمه، بيبقى زحمه طوابير، يعني هم بيبقوا طوابير 10 تعمل اولين طوابير، ماليش معاش،
وطبعا ايجار وعندي بنت عايزه تتجهز مش عارفه اجهزها حاجات مش قادر اقول لحضرتك عليها. يعني بالنسبه لصرف المعاش حضرتك الناس اللي بتطلع المعاش دي قدام البسطه في المنيب ما قاعدين على الرصيفه كلهم كده وناس كبيره. انا دلوقتي لما جهزت الفلوس قالوا لي الوزير في تعديلات تانية وفي وزير قال لك لازم تتم الستين سنة. اصبح انا دلوقتي استنى ثلاث سنين ازاي اكل قال ازاي الحد الادنى للمعاشات. يعني في ناس بتوصل ل 100 جنيه و200 جنيه هم دول ينفعوا؟ المفروض يبقى في الحكومه تعمل حد ادنى للمعاش مثلا زي ما بيقولوا 1200 جنيه لكل الطبقات. معاش ما بيبقاش مكفي الناس، يعني اغلب الناس بيبقى المعاش مش مكفيها بشكل كامل، فالمفروض الدوله تعمل حساب الكلام ده وتعمل حساب زياده الاسعار. اهلا بحضراتكم مره تانية، ما زلنا مع هذا الملف الهام والشائك، ملف اصحاب المعاشات في مصر. لماذا هذا المستوى المتدني من المعاشات لمن قدموا لمصر الكثير من عطاء على مدار عمرهم؟ لماذا يشعر هؤلاء بالحزن والاحباط نتيجه ان يتمخض الراتب بشكل كبير الى مبالغ ضئيله لا تسمن ولا تغني من جوع؟ هنعاود مناقشه نفس الموضوع، ومعانا المره دي بقى يعني بخلاف اصحاب التجربه المريره معانا ايضا المسؤولين. معانا الاستاذ عمر محمد حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالحكومه، اهلا بك استاذ عمر. اهلا وسهلا. معانا الاستاذ البدري فرغالي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، اهلا بك استاذ بدري. اهلا وسهلا. ومعانا من اصحاب المشاكل ايضا اصحاب المعاشات يعني الاستاذ علي محمد علي احمد بدر، اهلا بسيادتك يا فندم. الاستاذ مسلم ابو الغيط محمد، اهلا بسيادتك. خليني ابدا الاول بالاستاذ بدري. استاذ بدري، هي ليه مشاكل اصحاب المعاشات اصبحت مزمنه ولا تجد لها اي حلول لانهائها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا هي بسيطه جدا، احنا اتنشلنا خمس حكومات متعاقبه بما فيها هذه الحكومة اعتدت على أموالنا. كل ما تحصل أزمة عندهم ماليا يحصلوا على جانب بالأموال التأمينات. المعاشات هي إيرادات التأمينات وفوائد الأموال. لما فوائد الأموال أموالنا انتهت وتحولت إلى ديون دفترية وتم الاعتداء عليها، بالتأكيد فوائد الأموال هنا محدودة للغاية لا تفي بمطالب أصحاب المعاشات. أصبنا بالكارثة. الكارثة تأتي من استيلاء الحكومة على أموالنا، مش الحكومة دي فقط، الحكومة دي وكل الحكومات السابقة استسهلوا أموال التأمينات واشتغلوا على أموال التأمينات. وصلنا للحالة المأساوية اللي احنا فيها الآن. الجميع اعتدى علينا، كل المسؤولين اعتدوا علينا. أي مسؤول في التأمينات في الحكومة في المالية في الوزارة شارك في الاعتداء والتواطؤ في الحالة المأساوية اللي احنا فيها الآن. الآن درجة الاحتقان عالية جدا عند أصحاب المعاشات. أظن ما فيش مصري يقبل أن يكون معاشه 70 جنيه و80 جنيه. مين ده؟ ما فيش مصري يقبل أن علاوة 5% تقعد السنين دي وبعدين المالية تقول مش من عندي والتأمينات تقول لا ده من عند المالية. تتأرجح بين المالية والتأمينات، دي فوضى حكومية والناس مستنية تقبض مفيش قبض. تجي الحد الأدنى للمعاشات حد قانوني، اجى في المادة 27 مفيش فايدة، لا عاجبهم دستور ولا عاجبهم قانون ولا عاجبهم وضعيات واعتدوا علينا. لذلك أنا مش جاي هنا أعرض مآسي ولا جاي أتسول من حد ولا جاي أرجو حد، لا، احنا جايين نقول حق الدفاع عن النفس حق مشروع. انتوا اعتديتوا علينا ومن حقنا ان احنا ندافع عن نفسنا. محدش يقبل اي تبريرات. ده بيعملوا لنا قوانين، جايبين لنا واحد من البرازيل بيقول لك هيعدل لنا زي ما يكون جايبين لنا نلعب كوره هنا. جايبين لنا مش عارف اجانب يعملوا لنا ايه، عاوزين يعدلوا قوانين ايه. احنا قوانيننا الموجوده زي الفل، عاوزه تعديل في بعض المواد. بدل ما يعدلوا بعض المواد
صدق مجلس الوزراء السابق عمل قانون معاشات للوزراء بس من أموال أصحاب المعاشات، الكل بينهل من أموال المعاشات، لذلك عايشين في أزمة. يعني 9 مليون أسرة مش عاجبين حد، عشان كده ما عادش. بص أنا لا أثق في أي حكومة، كل الحكومات دي اعتدت علينا، الثقة الوحيدة المتبقية الآن في هذا الرجل رئيس الدولة. مش بنقول له ادينا حاجة، ما بقولوش ادينا فلوس، ده أنا بقول له نرجوك نقابلك علشان نقول لك إن كل اللي بيحصل من التأمينات والمالية هي عملية تضليل. الأرقام في جيبي والوقائع في جيبي، عملية نشل من أموالنا. عاوزين نقول له الحقيقة، نقول له إزاي اعتدوا علينا، إزاي اللي اعتدوا علينا موجودين الآن بيحكمونا، اللي في هيئة الرقابة المالية واللي في وزارة المالية واللي في التأمينات وبنك الاستثمار. لا احنا دمنا سال، وانا بقول لسيادتك بيستغلوا فينا وطنيتنا بس. اوعوا تنزلوا احتجاجات، اوعوا تنزلوا اعتصامات، البلد في خطر، ينهبونا والبلد في خطر، الفساد اصبح الوحيد هو المنتصر، لكن احنا مش هنقبل الهزيمة ولن نقبل الهزيمة. وعلى فكرة احنا هننزل لهم وهنعمل لهم وقفة صامتة صامتة، ونقول لرئيس الجمهورية يا رئيس الجمهورية احنا نهبونا سرقونا، يا رئيس الجمهورية احنا مش عايزين حاجة من الخزانة العامة، احنا عايزين نقول لك الارقام الحقيقية. يقول له كده 162 مليار، خلي بالك من الرقم خيالي امريكي، 162 مليار، واحد يجيبوه من لندن من صندوق النقد الدولي، 162 ما تعرفش راحوا فين. عارف يقول لك ايه؟ ده ديون حكوميه صرفت مش عارف، كل ده كلام مش صحيح، ده صرفوها لرجال اعمال وشركات اجنبيه، وصرفوها قروض لشركات استثماريه، وبيخفوا الحقيقه عن الرئيس نفسه. احنا عايزين نقول له الحقيقه دي، نمره واحد. نمره اتنين، يرضيك 3.7 مليار كل الضجه المفتعله على 5%، عاملين ضجه واحنا في ساعه واحده معايا الورقه في جيبي اهي، خدوا 17.7 مليار من اموال التامينات من بنك الاستثمار القومي. الحكومه تاخدها وتصرف على الحد الادنى للاجور وعلى مزايا لبعض الفئات ومستخلصات لشركات الاموال من اصحاب المعاشات، ياخدوا 17 مليار واحنا يقول لنا الثلاثه كتير عليكم، ما انتوا قبضتوا 10% من هنا و10% بيعايرونا ان احنا خدنا 10% مش عارف ايه وايه، واحنا ما نعايرهمش. لما اعتدوا على اموالنا واعتدوا على اموال الارامل والايتام، يعملوا لك 100 قانون اسمه 130، يدوا لك نص معاش، يعملوا لك مش عارف ليه كده، ليه هذا الاجرام اللي تم لينا؟ وعاوزين تستغلوا الاوضاع السياسيه وتقولوا لنا الوطن وتنهبونا وتجوعونا. طيب ناخد رد من القران ما سايبينكم. طيب ناخد رد الاستاذ عمر محمد حسن، يعني الكلام اللي قاله. لا لو قال اي غلطه الرقم الاوراق معايا انا عارف. انا عارف انت يعني معاك كل اوراقك. استاذ عمر الكلام اللي قاله الكلمه دي مش صحيحه، الاستاذ بدري قال كلام انا اتصور محتاج تعقيب من حضرتك وسؤال مني، اسباب تدني معاش المؤمن عليهم مقارنة بما كانوا يتقاضونه. يعني انت سمعت حضرتك وهتسمع لسه كانوا بياخدوا كام ولما بيطلعوا على المعاش. قول له 5 مليون بيتقاضوا 500 جنيه، 400 جنيه، 200 جنيه، 5 مليون وبيخبوا على الرئيس، بيخبوا له الورقه. اتفضل يا استاذ عمر. انا بس استسمحك ايه لما نتكلم كلنا نسمع بعض زي ما احنا سمعنا الاستاذ بدري. بالتاكيد انا قطعتك، هو سيادتك اتكلمت انا قطعتك، قول بسم الله الرحمن الرحيم واتكلم. طيب يلا زي ما انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قال الأستاذ بدري، هي طبعا مشكلة المعاشات دي مشكلة قديمة قوي، مش مشكلة جديدة. طبعا أسباب تدني المعاشات فيها حاجات كتيرة، لها أسباب لتدني المعاشات، منها التهرب التأميني سواء كلي أو جزئي، بمعنى أن صاحب العمل، لأن العلاقة التأمينية هي علاقة ثلاثية بين المؤمن عليه وبين صاحب العمل وبين الدولة. صاحب العمل مع العامل احيانا بيحصل نوع من التوافق ان هم يحصل تهرب من التاميني، ان ممكن العامل بياخد اجر والاجر ده غير خاضع بالكامل للتامين الاجتماعي، وبالتالي بيبقى خاضع منه جزء والعامل يعلم ذلك، لان العامل احيانا بيبقى فيه عنده ظروف تمنعه
من الشكوى او التضرر من صاحب العمل، وبالتالي لما بيجي طالع عن معاش بياخد معاش متدني نظرا لعدم خضوع كامل الاجر اللي بيحصل عليه من صاحب العمل، عشان صاحب العمل مش عايز يدفع حصه التامين الاجتماعي كامله على كامل القطاع الخاص، العاملين في القطاع الخاص مش القطاع العام. ده طبعا لا، مش في القطاع العام ولا في القطاع الحكومي، ان التدني اللي بيتكلم عليه الاستاذ بدري هو تدني معظمه في القطاع الخاص. بعض المعاشات عندنا اللي هي زي القانون 112-80 دي معاشات شبه مساعدات اجتماعيه اللي بنتكلم عليها 2 مليون او 3 مليون او 5 مليون. الكلام اللي احنا عاملينه في الاحصائيات ما فيهوش الكلام ده كله طبعا، الكلام ده مبالغ فيه شويه، لان الاحصائيه جايبه عندي حوالي 1.9 مليون هي الحالات اللي بتتراوح معاشاتها بين 300 جنيه لحد 500 جنيه. طبعا الرقم مش قليل، بس معظم يعني عندنا 2 مليون تقريبا بياخدوا من 300 ل 500 جنيه معاش، 500 جنيه ودي معظمهم حالات 112-80 اللي هو القانون اللي بيدي معاش شبه مساعده بما يعادل معاش الضمان الاجتماعي، اللي هو ان احنا بندي راجل بيشترك عن في التامين الاجتماعي بجنيه في الشهر، بيشترك لمدة 10 سنين يعني بيدفع 120 جنيه بياخد معاش النهاردة. لو الراجل ده بياخد معاش النهاردة بياخد معاش 477 جنيه أو بياخد معاش 450 جنيه طبقا لمعاش الضمان الاجتماعي، يعني كل اللي دفعه 120 جنيه بياخد قصادهم معاش 450 جنيه. اللي أنا عايز أقوله أن أسباب التدني برضو اللي هي انخفاض الحد الأقصى لأجر الاشتراك اللي أثره الأستاذ محمد السيد هنا راجل في التأمين الاجتماعي. يعني الراجل اللي قال ان انا باخد 12000 جنيه او 13000 جنيه اجر، الاجر التامين اللي خاضع للتامين الاجتماعي هو ليه حد اقصى، الحد الاقصى تبقى للقانون. انا باجي اشتغل على الاجر التاميني هو ده الاجر اللي انا بحسب عليه المعاش. اي حد بياخد فوق او اكتر من الاجر التاميني اللي هو كام؟ الاجر التاميني حاليا حوالي 2603 ده اقصى اجر ممكن يتم التامين عليه، اللي هو مجموع الاجرين الاساسي والمتبقي، وده لما ياخده يدفع ياخد معاش كام؟ ياخد معاش حوالي 2000 جنيه 2000 وشويه يعني. ده انه بياخد 80% من 2600 فبياخد حوالي 2000 جنيه وشويه يعني ده حاليا. لكن يعني هل فعلا هناك يعني تم الدوله الحكومه استولت على ارصده اموال المعاشات و اموال المعاشات ده بيسمع إن اسالك برضو بيتم استثمارها ازاي؟ يعني هو قال كده الاستاذ بدري يعني اموال المعاشات دي طبعا هي قصه قديمه قوي، ما فيش حاجه اسمها استولى على اموال التامينات. ال 162 مليار دول عشان نفهم الفلوس المدنيه بتيجي ازاي، الدوله عليها التزامات او الماليه او الخزانه عليها التزامات للتامينات. ايه الالتزامات دي؟ الالتزامات دي هي عباره عن زيادات في المعاشات تحملتها الدوله او في قوانين خاصه بتسوي معاشات بطريقه تفوق المعاش المدرك في قانون التامين الاجتماعي، وبالتالي في فرق بين المعاش القانوني اللي يتحمله صناديق والمعاشات الخاصة أيا كان نوع المعاش الخاص دوت. هذه الفروق يتحملها الخزانة، مفروض عليها التزام تدفعه للصناديق سنويا بحيث الصناديق تقوم بصرف هذه الالتزامات. الخزانة لا تدفع أو لا تدرك في الموازنة العامة للدولة هذا الاعتماد بالكامل، بنيجي في آخر السنة نلاقي أن احنا صرفنا كامل المعاشات، في فرق بيبقى دايما على المالية بيحصل فيه المديونية المتراكمة اللي بيتكلم عليها الأستاذ بدري اللي هي تراكمت من 2005 أو قبل 2005. كل دي مديونية تراكمت، فيش حاجة اسمها حد خد فلوس وحد، ده الكلام ده مش موجود عندنا في التأمين الاجتماعي على الإطلاق، مفيش الكلام ده خالص. المديونية ال 162 مليار دي هي دي اللي احنا بنتكلم فيها، والمديونية دي ما عليهاش أي عوائد استثمار. تم التوافق بين وزارة المالية ووزارة التضامن من أيام الدكتورة نجوى خليل مع ممتاز بيه السعيد، واتفقوا على 142 مليار هي رصيد المديونيه، وتم تقسيطه على 10 سنوات ويسدد سنويا بواقع 14.2 مليار جنيه اعتبارا من 2012 و2013 و2014. السنه دي خدنا صك ب 14.2 مليار جنيه قيمه المديونيه اللي حصلت. حصل تراكم في المديونيه ثاني وصلت 162، الفرق بين 142 و162 حوالي 20 مليار، ال 20 مليار دول احنا خدناهم بثلاث سنوات. ارقام كبيره جدا يا عمر بيه على فكره. طبعا طبعا يعني ارقام كبيره جدا الحقيقه، وكمان مش قليله برضه. المشكله عندنا ان الارقام دي ما عليهاش فوائد، ما عليهاش عوائد استثمار، وبالتالي بيحصل اهدار. طب مين يدفع ثمن ده؟ يعني مين المسؤول عن ده في الاخر؟ المفروض ان احنا بنعمل نوع من التوافق حاليا مع بين التضامن وبين الماليه بحيث ان احنا نحط اليه لسداد اموال التامينات، لان الوضع بالشكل ده كده لا مش هيحصل. يعني مستقبلا هيبقى في مشكله كبيره جدا اسمها معاشات، الدوله هتتحمل معاشات بكميه كبيره جدا نتيجه عدم مراعاه ان انا بدفع استثمارات على اموال التامينات، وبالتالي انا ما عنديش رصيد اصرف منه المعاشات. لابد ان يحصل توافق،
ويحصل نقطة صفر، إن أنا أقول إن أنا عايز فلوس التأمينات دلوقتي تبقى محددة بواقع عائد استثمار وفقا لسعر الإقراض المعلن من البنك المركزي عشان أقدر أقول. وإحنا عملنا الكلام ده فعلا وحصل مؤتمر صحفي عليها وكان موجود فيه أحمد سيد النجار وفعلا أعلن ودققت أموال التأمينات اللي هي 539 مليار ونص دي كان في يناير 2014 السنة دي. وإحنا شغالين دلوقتي بنحاول مع وزارة المالية إن إحنا نحط آليات إزاي نسترد الأموال. نطلع على فاصل إعلاني ونرجع تاني نواصل حوارنا، هنفتح تليفونات في الفقرة الجاية إن شاء الله. اهلا بحضراتكم مره تانية مع ملف المعاشات، ومعانا حالتين الاستاذ علي محمد علي. اتفضل استاذ علي، يعني تجربتك ايه والمعاش كان كام والمرتب كان كام؟ انا طبعا قعدت 48 سنه خدمه في الشركه. كنت مدير القطاع الطبي للشرقيه للدخان قطاع اعمال، وطلعت على 900 جنيه. وصلنا دلوقتي 2000 جنيه، منهم بدفع 625 جنيه ادويه للعلاج انا والحاجه، غير 300 جنيه كهرباء. اللي يقول لي اقدر اعيش بدول ازاي يقول لي. زمايلي دلوقتي بياخد 45 شهر في الشركه، يعني معدل حوالي 6000 جنيه في الشهر. انا كنت باخد 15000 جنيه كل اول سنه ارباح ومكافئات. الحاجات دي راحت من هنا. الناس اللي هي المعاشات دي اصبحوا بصراحه مهمشين. فين أندية المعاشات؟ فين مصارف المعاشات؟ فين الناس اللي كنا بناخد في الأعياد والمناسبات شهر وشهرين؟ الوقت أصبح الحاجات دي انقطعت عن المعاشات. ليه ما الشركة ما تديناش أو أموال التأمينات، تاخد أموال التأمينات إن شاء الله نص شهر في الأعياد والمناسبات بحد أدنى مثلا 200 وحد أقصى 2000 جنيه عشان الناس تعيش. ما احنا لينا أولاد ولينا أحفاد، يعني عندي 10 أحفاد بيجونا بالاعياد وبيطلبونا وكذا زي اي اسره. في الحاجات دي في الانديه والمصايب بتاعت المعاشات. ليه المعاش يطلع الاتوبيس يدفع زي ليه مش دي دول عربيه ليه او دول اجنبيه ليه؟ ليه الكارنيه بتاع المعاش ده اطلع الاتوبيس ما ادفعش؟ المفروض ان انا ما باخدش منه اجره. ليه ما يتعملش؟ احنا دلوقتي بقينا 30 محافظه بطالب الدوله. أنا فعلا برضو بتسأل زيك، ليه الدولة ما تعملش حاجة زي كده؟ يعني لماذا لا يركب يعني صاحب المعاش المرافق أو الأوتوبيسات العامة ببلاش؟ يعني بروح ده سؤال أنا سؤال أنا ده حقهم، ده حقكم فعلا، يعني ده شيء يعني بروح التأمين الصحي عشان أجيب علاج. دكتور أدي ده بتاع التأمين الصحي وأدي ده بتاع بتاع الصيدلية. فرق بين ده وده مية، ده ميه وده علاج، ده دواء وده دواء. ده التامين الصحي دي ازمه تانية بقى. موضوع التامين الصحي ده مش قد ايه كارثه ثانيه. ما احنا برضو هنفتحه مش هنسيبه، ما تقلقش. طيب في حاجه ثانيه بقى بعد اذنك. انا بطالب احنا دلوقتي 30 محافظه بطالب الاتحاد المعاشات يرشح 30 عضو للنواب عن طريق الاتحاد يمثلوا اتحاد المعاشات، يكونوا مسؤولين عن المعاشات اتحاد المعاشات في اي مكان، طلبات اي حاجه، دول يحلوا مشاكلهم زي النواب زي اعضاء مجلس الشعب. واحد محافظه مثلا زي بورسعيد والاستاذ بدر فرغلي، انا بسال بقول مش مترشح ما بقولش انت، اي في كل محافظه عضو مجلس الشعب يمثل المعاشات. دول هم مقترح واضح. استاذ مسلم ابو الغيث محمد، برضو حضرتك كنت بتاخد كام وبقيت كام؟ كنت مشرف نجاره في شركه اطلس العمل المقاولات قطاع الاعمال العام. كنت باخد 1400 جنيه داخل الشركة شاملة. خرجت على المعاش باخد 220 جنيه معاش. وعايش ازاي بمعاش 220 جنيه؟ ده المصيبة الأكبر إن أنا أول ما خرجت وكنت باخد ال 220 رحت جبت بيهم كمان حاجات بالقسط كمان. ما بقاش عندي معاش خالص. لمدة 5 سنين. لأن الحاجات اللي بالقسط بتقعد 5 سنين. وأخبار حضرتك؟ فطبعا كان كله يعني على الله وعلى الحاجات اللي سايبينها لي اهلي يعني كورث ولا حاجه. انما انا كمعاش وان انا اقدر افتح بيت، لا لو انا بدفع ايجار ما كنتش هلاقي سكن، لو انا بدفع النور والكهرباء وهم مش عايشين والدي ووالدتي ما كنتش هقدر اعيش.
وفي نفس الوقت انا مش بعيب القانون 79 لسنه 75 مش بعيبه هو. القانون ده قانون اجتماعي تكافلي، واخد بال حضرتك؟ انما المنظومه والاداره هي المعيبه. اما نكون احنا عايزين نغير قانون او نعمل اي حاجه تانية، ما نسالش الناس انتوا يعني عيانين بمرض ايه بالظبط، لا احنا ناخد المفيد للناس ويفيد الناس، لان احنا دلوقتي جمهوريه مصر العربيه من جديد من اول وجديد. فيبقى ما ينفعش ان احنا بنحط خطوات وبنرجع عشرة. تمام استاذ بدري، حضرتك قلت انك انت بتطالب ان الحد الادنى للمعاش يكون 1200 جنيه، ممكن ازاي يحصل حاجه زي كده؟ لا احنا طالبنا 80% من الحد الادنى للاجور. اولا لا يوجد قانون ولا دستور قال ال 1200، ده قرار من الحكومه، وبما ان الحكومه قررت قرار سياسي ب 1200 يبقى احنا طبقا لقانون التامينات يبقى لنا 80% منه. قلنا يبقى 960 جنيه الحد الادنى للمعاشات. وقلنا كمان ان الناس اللي فوق الحد الادنى دي يبقى لهم علاوه 20% اللي فوق الحد الادنى دي. ولقينا قلنا ايضا عشان ما فيش حد ياخد حق مش بتاعه، قلنا لا يعني اللي طلع بقاله 20 سنة غير أبو 24 سنة غير أبو 30 سنة، وقدمنا مشروع القانون للأستاذ عمر حسن اللي قاعد قدامك ده. وده بيتفق مع صحيح القانون والدستور. الحكومة بتتعلل بالتمويل، مفيش تمويل وانتوا طالبين المليارات. أنا بس عاوز أسأل سؤال الدكتور عمر، هو الناس اللي بتدفع قليل وبتاخد قليل يبقى لهم 600 مليار، يبقى لهم 540 مليار وهما بيدفعوا قليل، ولا الموضوع غير كده؟ يبقى سيادتك المستند ده بيقول ال 162 مليار كلهم كده كانوا في 2006 لغاية 2012 كلهم كده. دي الفترة اللي بطرس غالي جاب نائبه والاثنين دول نفذوا إرادة صندوق النادي الدولي واستولوا على أموال ناس. سيادتك بتقول لا ده أموال قرارات سيادية لها، لا كلامك يا أستاذ عمر، ده أنت هيئة المينا أخذ 2.8 مليار جنيه لشرق التفريعة. إيه اللي دخل بقى هنا هيئات أجنبية وقرارات سيادية؟ تقدر تقول لي بصريح العبارة الدخيلة خدت كام؟ رجال الأعمال خدوا كام؟ توشكا خدت كام؟ استولوا على أموالنا بدون ضمانات وبدون فوائد. النهاردة الورقة دي جاية لنا مثلا من وزارة المالية بتقول لك الأموال دي 162 مليار وفوائدها المستحقة. الأستاذ عمر دلوقتي بيقول كلام سليم، ده من غير فوائد على الإطلاق من سنوات، ما بناخدش فوائد. تمام. مين اللي بيدجل على المسؤولين في الحكومة ويحط لهم الورقة دي؟ المستند الخطير ده، ده مستند اللي حاطه هنا برضه الاستاذ عمر ويشكر عليه. هذا المستند اتاني من الاستاذ عمر ويشكر عليه، بيقول لك بصريح الله هو اللي حاطه هون ولا هسرقه. زائد ان انا عضو مجلس اداره الهيئه القوميه زي ما قال كده. ده هيئه مجلس الاداره ده بيجتمع فصلي، يعني اجتمع مره في الشتاء ومره في الصيف. لا مش مجلس اداره، احنا بنروح علشان ايه؟ يبصمهم على اللي تم صرفه. انا ماليش علاقه، انا بعترض، هو عارف هي مره واحده، مرة واحدة اللي حضرت بس وخدنا استمارة 6 من يومها. لكن انا بقول لسيادتك المستند اهو ال 162 مليار بدون فوائد، المالية تكتب لك ايه وفوائدها المستحقة؟ بيقولوا لمين؟ يضحكوا على الحكومة ليه؟ يحطوا قدام الرئيس بيانات مضللة ليه؟ أتحداهم لو قالوا لك ال 162 مليار كانت قرارات سيادية بس، ما تقولوا لنا الشركات الاستثمارية مين؟ طب بتخبوا بصالح مين؟ هل رجال الاعمال خدوا؟ ما تقولوا اه ولا لا. عايز ترد رد؟ هل هيئه من ابو السعيد؟ لا 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 ناخد رد منه. هيئه من ابو السعيد، ده كلام مهم. قول هيئه من ابو السعيد 2.8 عملتوا شرق التفريعه لشركات اجنبيه، اجنبيه يا راجل، تاخد من اموال الارامل والايتام وتقول لي اصل قرارات سياديه. طب ناخد بس رد عشان وقتنا خلاص. اتفضل خد الورقه. ما هرد انا بسرعه جدا على الحاجات اللي اثيرت. بالنسبه للسفر احنا معانا تليفونات يا جماعه، اتفضل يا فندم. عندنا تراخيص سفر دي بتبقى مرتين في السنه لاي صاحب معاش، ممكن يسافر من اي مكان في مصر لاي مكان هو بيحبه عن طريق القطار. بالنسبه للحد الادنى للمعاش، طبعا احنا قعدنا مع اصحاب المعاشات مره واثنين
وقالوا هم بنفسهم عايزين نعرض دون على الخبراء التأمين الاجتماعي. عرضنا ده على خبراء التأمين الاجتماعي وانتهوا إلى رأي، هيتعرض الرأي ده إن شاء الله على مجلس الإدارة القادم في يوم 7/9/2014. بالنسبة لل 17 مليار اللي اتاخدوا من الأموال البنك الاستثمار القومي والكلام اللي مكتوب ده، ده ما يخصناش احنا في حاجة. انا ليا مبلغ في التأمين لو سمحت بيه. لو سمحت لا بقول لك مظبوط كلامك. المبلغ اللي لينا في البنك الاستثمار القومي 30 مليار للصندوق العام والخاص و38 مليار للصندوق الحكومي، يعني مجموع الأموال 68 مليار و7 من 10. كلام غير صحيح، لنا 86 مليار. لا 86 مليار واحنا ده كلام جرايد. انا ماسكه تلبس 86 مليار من مطبطة، 86 مليار في بنك الاستثمار. تاني يوم يا دكتور خلي بالك معايا، انا 86 مليار في بنك الاستثمار القومي مسجل في جميع. تمام يا عم، بص تاني يوم صحيح. طب معايا التليفونات بسرعه خدها. استاذ يحيى من الجيزه اتفضل بسرعه. ايوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل موضوعك يا فندم. ازيك يا استاذ عمرو؟ الله يخليك، اتفضل يا فندم. دلوقتي حضرتك احنا بنتكلم على المعاشات، الناس اصحاب المعاشات دول ناس سنهم عدى 60 سنة وامراض الدنيا كلها بتبقى عندهم. التأمين الصحي ما بيعالجش، التأمين الصحي الدواء اللي في التأمين الصحي ده كلام فاضي. يعني انا راجل عندي السكر والضغط وعندي القلب بتكلف حوالي 900 من 900 ل1000 وزيادة عن ال1000 علاج على حسابي. بعد 37 سنة خدمة تاخد 1200 جنيه معاش. ده يرضي ربنا يا جماعة. لا شكرا. شكرا استاذ يحيى. معانا مين؟ استاذ محمود من القاهرة اتفضل. استاذ محمود اتفضل. مش معانا الاستاذ محمود. معانا مين؟ طيب اتفضل استاذ بدري، كلمات اخيره اتفضل. انا بس عايز اقول حاجه. ايوه احنا ما فيش عداء بيننا وبين حد، والاستاذ عمر ملهوش دعوه بقى، انت مش مندوب عن الدوله والحكومه وخمس حكومات سابقه. تمام. اما بقول لسيادتك المطلوب ايه بقى؟ الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط راح خد، هو اللي فتح الاعتماد الاضافي قدام سيادتك اهو، هو اللي فتحه، خد 17 مليار و7 من 10. بنقول لهم ال 3 مليار و7 من 10 بتاعة ال5% والحد الأدنى للمعاشات، بنقول لكم مش ممكن أبدا إن احنا هنقبل بالهزيمة. عشان كده دكتور على بلاطة كده احنا هننزل ندافع عن نفسنا، حماية لينا احنا، الفساد مش هنسمح له إنه ينتصر علينا، علشان ده احنا 9 مليون مش بنحمل الخزانة العامة حاجة. يا دكتور المعاشات دي بنقبضها من إيرادات التأمينات ومن فوائد الأموال، إحنا لا بنتسول من حد ولا الخزانة العامة ولا بنقول لكم البترول ولا الغاز ولا الكنال، بنقول لكم إحنا بناخد معاشتنا من عائد أموالنا. تمام. تعتدوا على أموالنا ليه؟ تمام. كلمة آخر تليفون مدام شجع من اسكندرية اتفضلي. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. عليكم السلام. أستاذ عمرو مش هطول عليك بس بفضلك عايز أسمع الرد بعد ما أقفل. دلوقتي انا طلعت على معاش مبكر 2001 والمفروض لما اوصل 60 سنة بيدوني بقيت فلوسي. قال لك القانون الجديد بتاع الاستاذ بطرس غالي منع الكلام ده. يعني ما خدتش حاجة بالعربي الفصيح. اما بالنسبة بقى للتأمين الصحي، لما حبيت اعمل اشعة رنين على رجلي المطلوب مني ان انا اروح التأمين الساعة 6 الصبح عشان احجز ليوم تاني. طب انا رجلي وجعاني والمسافه طويله جدا. اوعدك ان انا هفتح ملف التامين الصحي يا مدام شاديه، وشكرا ليك، هاخد تعقيب على مدام شاديه وكلمه اخيره من حضرتك. وطبعا بالنسبه للمعاش المبكر زي ما هي قالت كده ما فيش حاجه عند سن الستين، ومعاش المبكر ده بتطلع معاش مبكر وبيزاد سنويا زي اي معاش وبيوصل قيمته زي ما توصل بالنسبه عند سن الستين. ما فيش حقوق متاخره لصاحب الحق بالنسبة للمبكر عند سن الستين. تمام. هاك أي تعقيب آخر عايز تقوله؟ أنا بس تعقيبي على البدر بيفر غالي في كلامه كله. أنا طبعا أنا بعتذر عن أن احنا دي الوقت مش قادرين ناخد بقى التليفونات، لكن إن شاء الله أوعدكم حنكون لنا يعني حلقات أخرى عن ملف المعاشات إن شاء الله. تفضل يا فندم. هو بالنسبة للحد الأدنى للمعاش كده احنا اتكلمنا فيه، وحاليا هيعرض على مجلس الإدارة في الجلسة الجاية، هيبقى موجود الأستاذ بدري فرغالي عشان يناقش معانا برضه ما تم الانتهاء إليه بالنسبة للحد الأدنى من خلال خبراء التأمين الاجتماعي اللي هم أصحاب المعاشات رشحوهم إن هم يشوفوا مقترحاتهم. يعني بالنسبة للبنك الاستثمار القومي، احنا أموالنا بنك الاستثمار القومي
ثابته ما حدش يقدر يجي جنبها. دي 68 مليار و7 من 10 دي رصيد اموال متدرج من سنه 80 لحد النهارده. عقب على ماشي اكمل برضو بالنسبه لتدرج الاموال. البيان اللي انا اديته للاستاذ بدري هذا البيان مدرك فيه حقيقه الاموال وبافتراض استثمارها تبقى كام. تمام كلمه اخيره اتفضل. بنك الاستثمار كان لا كلمه اخيره للحكومه عايز تقول ايه؟ ماشي يا فندم. اول مطلب لينا ان احنا نحرر الاموال اللي في بنك الاستثمار لان الفوائد بتاعتها بتزيد ورقيا على الدفاتر دفتريا بس وما بنستفادش منها اي حاجه خالص. مش ممكن يبقى بنك الاستثمار عندنا 68 مليار و7 من 10 وبنك ناصر الاجتماعي بيشتغل القروض بتاعته في 1.9 من 10 يعني راس المال بقى. كلمه اخيره اتفضل. 1.9 من 10 استاذ عمر جاوبني على السؤال بتاع المواصلات. اتكلم على الاطارات. انا بتكلم على المواصلات العامه انه يعفى المواطنين اصحاب المعاشات. تمام. المواصلات العامه مش الاطارات بس. تمام انا بشكر جدا حضراتكم. انا بقول اذا كانت الدوله جاده والحكومه جاده فعلا في انها تراعي البعد الاجتماعي لاصحاب المعاشات فعلينا ان نقوم بحل هذه المشكله. يعني على الاقل يجب ان تكون الخدمات المقدمه العامه لاصحاب المعاشات مجانيه، المواصلات العامه، النوادي، يعني كل ما هو يستطيع يعني العلاج. يعني ارجو ان احنا يعني نرحم يعني الشيخوخة ونرحم سنهم، نقدر ان الناس دي خدمت الدولة بجد. ارحموا الناس ارحمكم الله سبحانه وتعالى. بشكر جدا لحضراتكم. عايز انوه على حلقة بكرة، احنا مستمرين في طرح مشاكل الناس. جات لنا مشكلة شكاوى كثيرة جدا من سكان حي الزمالك. سكان حي الزمالك متضررين، بيقولوا الزمالك مهددة بالانهيار، العقارات مهددة عشان مترو الأنفاق هيمشي تحت الزمالك. غدا في بوضوح سكان حي الزمالك على مائدة بوضوح عشان نسمع منهم ايه مشكلتهم مع مترو الأنفاق. بشكركم جدا، صباح الخير.